بعدين السنة اللي قالي بكينج اوف ذا روك، أول سنة السنة الماضية اشتركت I was crowned as a king، والسنة رجع دافع عن اللقب مثل ما رحت على الكاتراز روح على سمسانة السنة ومثل لبنان. فيك تكون لعيب كتيري 5 on 5 ما تكون منيح بال 1 on 1، عايز تكون فيت وفيزيكلي سترونج، اتس ا بيج مانز جيم. أكثر شيء متحمسة عليه ريد بول كوين اوف ذا روك، لأنه لأول مرة عم بيكون في بنات بيشاركوا، وكثير مبسوطة إنه أخيرا عنصر النسائي عم ببين، وخلينا نشوف المواهب. في محلات صحيح الطابة مني ما قدرت حطها منيح، هو لاعب فيري جود ديفنس، توفى بكام شوطة. Anyway, this is basket. If you don't lose, you're not gonna win anymore. It was tough defense. I tried to get to the hoop a couple of times. I was getting pushed hard. But this is a physical game and I tried my best and thank God I won. سيمي فاينلز كثير صعبة، مستوى عالي كثير. إذا بقدر ضلني على زاد الليفل فتنس وايز وفي كاس السنة اللي قبل. كثير منيح بالسهل يربح. The last two years يمكن ما قدرنا نعمل النتيجه اللي لبنان بده اياها، ان شاء الله السنه نقدر نوصل لمرتبه اكثر نمثل بلدنا باحسن طريقه.